أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أشكركم على الثقة التي منحتموني إياها. جعلني الله عند حسن ظنكم بي للمضي قدما بهذه الرياضة والمكانة التي تستحقها، كما عهدتم فينا منذ تولينا المهام الإدارية سابقا. كما لا يفوتني استحضار إنجازاتنا والتزاماتنا والتوقف على أهم ما أنجزناه من برامج في ظلها، حيث كانت سببا لإدماج واندماج عدة نوادي لهذه الرياضة تحت لواء واحد، وبالتالي تفعيل الاستراتيجية التي وضعت للنهوض بهذه الرياضة وطنيا. وقبل الحديث عن ما أنجزناه أو ما لم ننجز، فيجب أن نوضح السياق المؤطر لكل اختياراتنا. فقد كان الرهان أمامنا هو القيام بالمبادرات المناسبة للإجابة على الإشكالات الرئيسية التي طرحها واقع الرياضة، والتي سبق أن طرحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في المناظرة الوطنية بالسخيرات شهر أكتوبر 2008، وهي إشكالات ذات بعد استراتيجي مرتبطة أساساً بحكامة التسيير وتعزيز آليات التكوين والتأطير، حيث تم تكوين أزيد من 100 حكم وطني وقاري ودولي وعدد كبير من المدربين، وكذا مواجهة الرهانات المستعجلة بالانخراط في التنظيمات المغاربية والإفريقية والعربية والدولية الخاصة برياضة الوشو. فالسؤال الذي طرح بشدة علينا في ذلك الوقت، هل يمكن الانتظار حتى تؤسس الجامعة الملكية المغربية للوشو للانخراط في العمل؟ فكانت الإجابة وخيارنا واضح، هو الموازنة بين الرهانات وواقع الحال. فكنا أمام رهانين، رهان استراتيجي يتعلق بالمشاركة في جميع التظاهرات والبطولات القارية والدولية وتنظيمها داخل أرض الوطن، بدءا بالبطولة المغاربية في سنة 2009 بالرباط، يليها البطولة الإفريقية في 2012 بمدينة أكادير، وبطولة الأندية الإفريقية في 2017 بمدينة أكادير كذلك، وصولا لبطولة البحر المتوسط المزمع تنظيمها شهر مارس في هذه السنة بمدينة تمرة، والبطولة العربية منتخبات شهر مارس كذلك في 2018. ورهان مستعجل يتعلق بتوحيد رياضة الوشو وجميع ممارسيها. الرهانين الذي نجحنا فيهما والحمد لله، لتتبوأ هذه الرياضة ما تستحقه وطنيا وعالميا. وقد حرصنا أولاً على اختيار مدرب وطني ومدير تقني في إطار تشاركي، وتسخير كل الإمكانيات للإبقاء على معسكرات المنتخب مفتوحة طيلة الموسم الرياضي لإنجاح مهمتيهما في تكوين منتخبنا ومنتخباتنا الوطنية لجميع الفئات وبمختلف أساليب الوشو التي شاركنا بها في عدة بطولات قارية وعالمية، توج أبطالنا فيها بعدد من الميداليات، وكان آخرها بطولة العالم في روسيا، حيث أحرز المغرب على الميدالية النحاسية في أسلوب الساندا، وكذلك بطولة العالم في التراديشنال في التقليدي اللي حصل فيها السيد البطل ديالنا العوج محمد على الميدالية الفضية في هذه السنة. وقد تمكننا من تجاوز كل الإكراهات رغم كل الظروف الصعبة للغاية، وسنتمكن من تجاوزها مستقبلا، وسنحرص على الدفع بمجموعة من الاستراتيجيات والتي ستهم بالأساس إعادة هيكلة الأندية وتأطير مدربيها وفق استراتيجية القرب واللا مركزية لتمكينهم من كل مستجدات أساليب الوشو وإعطاء نفس إيجابي جديد لهذه الرياضة. أيها السيدات والسادة، ووفقا للمرتكزات المؤطرة للاستراتيجية الوزارية للنهوض بالقطاع الرياضي بوطننا وتطويره، سنعمل جاهدين، وإيمانا منا أننا قطعنا أشواطا لكن لازلنا في بداية الطريق، وسنضاعف المجهودات ونعبئ كل مكونات أسرة الوشو وفي مقدمتها الأندية باعتبارها منبت الأبطال وفاعلا أساسيا في المنظومة وتحقيق الفوز
فتحقيق الفوز ورفع علم المغرب لا يأتي بالصدفة، بل يبنى على وضع تشخيص موضوعي لوضعية هذه الرياضة والتزام كل المكونات. ونحن كمكتب مديري جامعي نتعهد بمواصلة المسيرة التي بدأناها من خلال تأهيل الأندية وتأسيس العصب، كما أننا عازمون كل العزم على تفعيل كل التدابير التي سيتم التوافق عليها كاستراتيجية جديدة للعمل بتعاون مع القطاع الوزاري المعني بالأمر. فمهمتنا كجامعة هو الدفاع عن قيم هذه الرياضة والروح الرياضية وضمان لجوء فئات عريضة من المجتمع في هذه الرياضة وخاصة الشباب منهم. ونؤكد أننا كمكتب جامعي سنعمل بنفس العزيمة والإرادة والجرأة والالتزام والصدق في العمل على تفعيل رؤيتنا لإصلاح هذه الرياضة ووضعها على السكة الإنجازات والبطولات، مؤكدين انفتاحنا واستعدادنا لتقبل جميع الاقتراحات الهادفة والتفاعل معها مهما كان مصدرها. كل هذا لجعل رياضة الوشو قاطرة لإشعاعنا الرياضي وطنيا وقاريا ودوليا، وتفعيل إرادة عاهلنا الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله.